بسم الله الرحمن الرحيم. الموديول بقى بتاع المره دي موديول الناس كلها بتستناه من اول التراك، اللي هو ازاي تديبلوي سوفت وير باستخدام الجروب بوليسي على الاجهزه. ماشي، يعني ازاي نسطب على الاجهزه كلها اوفيس مثلا. ماشي، مثلا على سبيل المثال يعني، تمام، من غير ما نحتاج ان احنا نقعد على مكنه ونسطب الاوفيس. لا، احنا هنديبلوي الباكج بتاعت الاوفيس على كل الاجهزه، فالاوفيس بقى يحصل له انستليشن كده مع نفسه. ماشي، طيب اللي انا عايز اقوله لك بس ان السوفت وير ديبلويمنت هنا بيسموا السوفت وير اللي هتعمله ديبلويمنت بيسموه باكج. بيسموه ايه؟ باكج. والسورس نفسه بتاع السوفت وير ده لازم يبقى فيه دوت ام اس اي فايل او دوت زاب فايل. دول الاكستنشنز بتوع الويندوز انستولر باكج. الويندوز انستولر باكج اللي هو الملف بتاع السيت اب، الملف بتاع الايه، السيت اب اللي يخص الباكج دي. ماشي، يعني دوت ام اس اي او دوت زاب. ماشي، يعني على سبيل المثال لو انا جيت فتحت الاوفيس مثلا، في اوفيس يا محمود عندك هنا؟ في الاتش بروجرام اوفيس 2003 مثلا اوفيس 2003، لو دخلت جواه هتلاقي ملف دوت ام اس اي، بس طبعا هو الاكستنشن مش باين بتاع الملفات، ان الراجل عامل ايه، هيد للاكستنشنز. عليكم السلام ورحمه الله. في فيو ازيك يا باشا، هايد اكستنشنز فور نون فايل تايبس، تقول له اوكي، فهتلاقي ان الايه، ها، ظهر بقى الام اس اي فايل. يمكن ده بتاع الاكسس مثلا، لما في حاجه بتبقى كومون للاوفيس كلها، اللي هو برو 11. برو 11 ايه؟ هو ده. ده الام اس اي فايل بتاع مين؟ بتاع الاوفيس. يبقى المفترض ان لما اخد الفولدر ده كله اخده كوبي كده احطه هنا مثلا، قبل ما ينقل في الفيديو. طيب ادي السورس بتاع الاوفيس. ماشي، ده بس هنشيل بقى كل الحاجات دي. ادي السورس بتاع الاوفيس، اوفيس 2003 ده. ماشي، مفترض ان انا هعمل له شيرنج. ماشي، ولازم الناس بقى كلها تبقى واخده ايه، ريد عليه. لازم اليوزر يقدر يريد هذا الشير. ماشي، فطبعا هظبط الايه، الموست ريستريكتيف ما بين مين، ما بين الشيرنج بيرميشنز وما بين السكيورتي. اتاكد بس ان الناس الموست ريستريكتيف على الاقل ريد. ماشي، كلام جميل. هو كده خلاص الفولدر ده اتشير. ماشي، هروح جاي بقى هنا في الجروب بوليسي. طبعا ممكن تكون منزل جي بي ام سي، فاكرين جي بي ام سي؟ عارفينها جي بي ام سي، الكونسول اللي كنت بمانج بيه الجروب بوليسي على كل الليفلز، على الدومين او على الاو يو او على السايت، صح؟ انا هنا مش منزلين جي بي ام سي، فهخش عادي من البوليسي العاديه خالص، الشكل الستاندرد بتاع الديفولت. اقف على الدومين واجيب البروبرتس جروب بوليسي، دي بوليسيز موجوده مش محتاجها، ممكن نأديت في الديفولت او نكاري بوليسي جديده. هكاري بوليسي جديده واسميها ديبلوي سوفت وير او ديبلوي مايكروسوفت اوفيس.
ماشي، واخش جواه. طبعا الشكل ده احنا عارفينه يعني، فاميليار بيه، خدناه قبل كده كتير صح. جروب بوليس هتتشرح في كورس السيرفر الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، اللي عايز اياه هبقول لك قبليها. ماشي ان شاء الله هتتعاد مرتين في اسبوع واحد، اللي عايز يحضر يعني. لا ما اعتقدش. ايه وايه اللي حصل ده؟ انت ما حضرتش جروب بوليسي خالص؟ طيب انا عندي هنا في حاجه اسمها سوفت وير سيتنجز موجوده على مستوى الكمبيوتر، وسوفت وير سيتنجز موجوده على مستوى اليوزر. يعني اذا انا ينفع ديبلوي سوفت وير على مستوى الكمبيوتر او على مستوى اليوزر صح؟ عايزين نشوف ايه الفرق ما بينهم. تعالى نمسك بتاعه اليوزر. ماشي، هديبلوي سوفت وير على مستوى اليوزر. لو دخلت جوه سوفت وير سيتنجز هتلاقي في حاجه اسمها سوفت وير انستليشن، هترايت كليك كده وتقول له نيو باكج. احنا اتفقنا ان السورس بتاعك بتاع السوفت وير اسمه باكج صح كده؟ نيو باكج. المفترض ان انا اشاور على الايه؟ ها الام اس اي فايل او الزاب فايل. ماشي، الام اس اي فايل اللي هو بيسموه ويندوز انستولر باكجز. ويندوز انستولر باكجز معايا كده؟ الزاب فايل اللي هو بيسموه الايه؟ ها اللي هو الزد اي دبليو، ده داون ليفل مش عارف ابلكيشن باكجز. نادرا لما تلاقي دوت زاب فايل موجود في اي سوفت وير، انما كتير قوي هتلاقي الام اس اي فايل ده. ماشي، لا يعني مش كل البرامج، انما طبيعي دلوقتي كل البرامج بينزل زي ما فيها الدوت اي اكس اي فيها الدوت ام اس اي، الاثنين بيستخدموا فور سيت اب، بس الام اس اي بيستخدم فور ديبلويمنت. ماشي، انت ممكن لو انت ما عندكش الام اس اي فايل في ثيرد بارتي بتحول الدوت اي اكس اي لام اس اي، وفي في الويندوز برضو مايكروسوفت عامله كده سوفت وير برضو بيحول من دوت زاب من دوت اي اكس اي لدوت ام اس اي، بس انا مش فاكره دلوقتي يعني، هبقى اجيب لك اسمه. معايا؟ مفهوم؟ لما بقى لو انت عايز تديبلوي سوفت وير على الاجهزه بتاعت الناس بالاكستنشن اللي هو دوت اي اكس اي، الاكستنشن اللي هو دوت اي اكس اي، ممكن تستخدم الاس ام اس سيرفر. الاس ام اس سيرفر بيعمل ست حاجات، من ضمن الحاجات اللي بيعملها ان انت تقدر تستخدمه علشان تديبلوي سوفت وير على الكلاينتس، ويكون الاكستنشن بتاع السوفت وير ده هو الدوت اي اكس اي. انما بالجروب بوليسي يا اما دوت ام اس اي يا اما دوت زاب فقط لا غير. ما عندكش دوت ام اس اي فايل في الباكج بتاعتك، يبقى لابد انك انت تحول دوت اي اكس اي فايل لام اس اي فايل. ماشي، في ثيرد بارتس بتعملها يعني. ماشي، مفهوم كده؟ طيب المفترض بقى ان انا اجيبه منين؟ ركز معايا، اجيبه منين؟ هل هقول له اللي موجود على السي اللي موجود جوه فولدر اسمه اوفيس 2003 الملف اللي اسمه برو 11 دوت ام اس اي؟ لا مش المفروض. انا دلوقتي بنادي على الملف ده هوت من اللوكال هارد ديسك. الناس تشوفه ازاي؟ مش دي بوليسي هتمشي ورا الناس؟ مش لازم اليوزر يلوجن من اي ماشين يكونكت على الشيرد فولدر ويبدا يسحب الباكج؟ الله يفتح عليك. فلازم انادي عليه من الايه؟ من الباث بتاعه اوفر ذا نتورك. يعني ما ينفعش اقول له من هنا، امال هقول له ازاي بقى؟ اقول له لا خش لي جوه ماي نتورك بليسز انتاير نتورك مايكروسوفت ويندوز نتورك اي بي سي دي سي اوفيس 2003 برو 11 دوت ام اس اي. هو ده اللي هو بتاع الاوفيس كلها. اصل في ام اس اي فايلز كتيره، بس واحد بينزل اكسل، واحد بينزل اكسس، واحد بينزل الوورد، ده بتاع البروجرام كله. مفهوم ولا؟ ماشي، كلام جميل. هتلاقي في عندك نوعين من الديبلويمنت، حاجه اسمها بابليجد وحاجه اسمها اسايند. ايه الفرق ما بين البابليجد وما بين الاسايند؟ لا
الببلشد لما نوع الباكج دي بتبقى ببلشد، اليوزر لما تطبق عليه البوليسي هيدخل جوه كنترول بانل اد اور ريموف بروجرامز، لو قال له اد نيو بروجرامز هيلاقي الاوفيس نازل هنا، يروح قايل له اد ويبدا يسطبه. يعني خلي بالك البرنامج مش هيبقى انستولد، بس كده انا بدي بريفليج اليوزر عادي ان هو يسطب السوفت وير ده من غير ما يبقى ادمنستريتور، لان دي بوليسي متطبقه عليك ان في باكج نازله فوق دماغك ممكن تعمل لها ادنج دلوقتي لو دوست اد. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ماشي. ده بالنسبه لايه؟ ها، بالنسبه للببلش. بالنسبه بقى للاسايند، اليوزر لو فتح الستارت منيو هيلاقي ان المايكروسوفت اوفيس نازل، هيلاقي مايكروسوفت اوفيس نازل معايا كده. لو جاب هنا ملف دوت دوت هيلاقي عليه علامه الوورد، لو جاب ملف مثلا دوت اكس ال اس هيلاقي عليه علامه الاكسل. بس هو في الحقيقه لو فتح ماينت، لو فتح الكنترول بانل اد اور ريموف بروجرامز هيلاقي، لا هيلاقي مايكروسوفت اوفيس نازل هنا كانه انستولد بالظبط، بس هو في الحقيقه مش انستولد. وانس انك انت بتبدا تدوس على مايكروسوفت وورد بتبدا تفتح اي ملف الاكستنشن بتاعه يلزمه ان هو يفتح بابليكيشن بتاعت اوفيس، هتبص تلاقي ان هو بيسحب الباكج وبيسطبه. مفهوم ولا مش مفهوم؟ ده الاساين. ماشي، احنا هنجرب الاثنين عشان نشوف الفرق ما بينهم. تعالى نبدا بايه، الدوبل بابليش ولا بالاساين؟ ما خليك بس معايا انا دلوقتي. هي المكنه دي كانت ايزا كلاينت يا محمود؟ يعني ده سيرفر، ده ايزا سيرفر ده ولا؟ قلت لك نزل ويندوز. يا كنت قلت لي انك مش هتنزل ويندوز، كنت نزلت ويندوز انا. هو مش هتعمل مشكله يعني، بس عايزه صراحه يعني لما بتنزل كده في النتورك بتكتم على انفاس ام النتورك يعني. ماشي، مش عايز يبقى في خنقه يعني، ما بص تلاقي حاجه مش شغاله واحنا مش عارفين اساسها ايه وتطلع مشكلة مثلا ان ده هوت عليه ابليكيشن معينة او ان هو كلاينت الايزا ايه؟ ما انا خلاص انا شلته كده ودلوقتي مش كلاينت الايزا. ماشي؟ طيب احنا عندنا بقول لك يا اما ببلش يا اما ساين، سيبك من ادفانسد دي. ماشي؟ كلام جميل. هقول له انا عايز ابلش، يعني الباكج بتاعتي دي ها نوعها ببلش. معايا كده؟ كلام جميل. في حاجة مهمة برضو كعملية تنظيمية، خدت بالك أنا لما دخلت جوه الكنترول بانل هنا add remove programs، لو قلت له هنا add new program في حاجة اسمها category. category يعني ايه؟ صنف، صح؟ تلاقي في حاجة اسمها all categories، صح؟ يمكن ان انا اصنف الباكجز اللي انا هعمل لها ايه؟ ها؟ deployment على الناس. يعني هاجي هنا في السوفت وير انستاليشن واجيب البروبرتس. ماشي، هتلاقي هنا في حاجه اسمها كاتيجوريز، شايفها؟ هروح قايل له اد واسميه مثلا مايكروسوفت اوفيس. اد تاني كاتيجوري تاني انتي فيروس، كاتيجوري تالت سيكيورتي باتشز مثلا. فاهم؟ كاتيجوري رابع، كاتيجوري خامس. معايا كده؟ فهاجي هنا بقى على الباكج دي نفسها في البروبرتس بتاعتها برضو، هتلاقي في حاجه اسمها كاتيجوريز. لو دخلت جواها هتلاقيهم ظهروا عندك، هتبدا تقول لها انت في الكاتيجوري اللي اسمه اوفيس. ابلاي اوكي. مفهوم ولا مش مفهوم؟ فين اوتو انستول دي؟
ما اوتو انستول عشان هتنزل عند الناس. اوتو انستول دي بوليسي متطبقه، ما طبيعي انها تبقى اوتو انستول يعني. ماشي طيب، تعالى بقى نشوف هنا ايه اللي هيحصل بمجرد ما الراجل ده هوت يلوج اوف. انا عايز اخش بس بيوزر عادي، في يوزر عادي هنا على المكنه دي. باسورد ايه؟ Applying your personal settings. خدت بالك في حاجة ظهرت واختفت فجأة دي، عارفين كان بيقول لك ايه؟ Applying software installation. تمام؟ وببلش. Software published، يعني مش هتلاقيه في الستارت منيو. خلي بالك عشان الامتحان بيجي فيه أسئلة كتير في الموضوع ده. يعني لو فتحت هنا الستارت منيو قلت له all programs مفيش حاجه اسمها مايكروسوفت اوفيس. ماشي، لو انا عملت رايت كليك هنا على الديسكتوب مثلا وجيت اكريت مثلا ملف وخليته دوت دوك مش هياخد علامه الوورد معايا، يعني هو مش حاسس ان في اوفيس نازل. مفهوم ولا مش مفهوم؟ انما بقى تقدر تعمل ايه؟ ها كنترول بانل اد اور موف بروجرامز. لو قلت له بقى add new programs خدت بالك من حاجة؟ ده ظاهر تحت ايه؟ تحت all categories او تحت الكاتيجوري اللي اسمه office. انما لو دخلت في الكاتيجوري اللي اسمه security patches مش هتلاقيه موجود. لو دخلت في الكاتيجوري اللي اسمه antivirus مش هتلاقيه موجود. مفهوم ولا مش مفهوم؟ انما لو دخلت في all categories دي شاملة كل الايه؟ كل الباكجز، او في حاجة تحديدا اسمها مايكروسوفت اوفيس فهتلاقيه برضو موجود فيها، لان انا قلت له انت تبع الكاتيجوري اللي اسمه مايكروسوفت اوفيس. ماشي، اليوزر طبعا مش ادمنستريتور، يعني لو حبيت ان انا ديسيبل كارت النتورك مش هعرف، فاهم؟ يعني مش من حقه ان هو يسطب سوفت وير. ومع ذلك لو قال له اد مش هيطلع لك ايرور، قال لك حط لي الكي عادي خالص ونكست. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يبقى انا كده كاني بدي برميشن اليوزر ان هو يسطب السوفت وير ده. صعب الكلام؟ صعب الكلام. يبقى انت هتعمل ديستريبيوشن سيرفر. ايه ديستريبيوشن سيرفر؟ يعني سيرفر تشير عليه الفولدرات اللي هي الباكجز بتاعتك. تبدا بالجروب بوليسي ديبلوي ديبلوي ديبلوي. يا عم الكي بتاع الاوفيس يا عم في ايه؟ مش في لايسنس؟ مش انا ببقى بشتري اسطوانه الاوفيس دي لايسنس كيوة تنزل ماشي. صعب الكلام. يا عم اوفيس اوفيس بسيريال شعب مصر كله يسطبه زي الناس كلها ما بتعمل، يعني ما بنختراش. ماشي، انت بس الفكرة كلها ان انت بتبقى شاري الاسطوانه الاوفيس دي ومعها اللايسنس بتاعتها. بيجي لك المصنفات بقى يعدوا الاجهزة اللي عليها اوفيس. لو لقوا ان انت مثلا منزل اوفيس عند 50 مكنة وهو اللايسنس بتاعتك ب20 بتحصل مشاكل، بس ما فيش حد هيطلع لك ايرور بعد المكنة، فاهم؟ بعد المكنة ال20 ما حدش هيطلع لك ايرور. سطب الاوفيس زي ما انت عايز واستخدم اللايسنس زي ما انت عايز. مفهوم؟ ده بقى مش انتي فايروس مثلا بلايسنس بحيث ان هو نمبر اوف كلاينتس معين يسطب الانتي فايروس دوت، حد يزيد مش هيقدر يعمل ابديت والكلام ده. لا مفيش الكلام ده اوفيس اوفيس. ماشي، صعب الكلام. الجنرال ديبلويمنت هنا بابليشد ولا اسايند؟ احنا اخترنا ايه؟ ها بابلش. طيب في حاجه كمان مهمه عايزك تبقى عارفها، تقدر تعمل ابجريدنج في الباكج من هنا اد وتبدا تاد حاجه معينه ابجريدنج، فاهم؟ باكج تو ابجريد وتبدا تظبط
حاجه معينه كمان مع الباكج يحصل لها ديبلويمنت. اللي انا عايز اقوله لك بقى ان في الحته بتاعت الموديفيكيشن دي ما تقدرش تموديفاي في الباكج نفسها. انا ما اقدرش اموديفاي في الباكج. في بعض الباكجز يمكن انك انت تعمل لها موديفيكيشن، ماشي؟ يعني على سبيل المثال انت ممكن بدل ما تنزل الاوفيس كله تموديفاي في الباكج بتاعت الاوفيس دي نفسها، تمام؟ ما اقدرش ان انا اعمل ايه موديفيكيشن حاجه الباكج نفسها ان هي دي ما تقدرش اعمل فيها موديفاي. علشان كده انت لما بتيجي هنا تقول له نيو باكج وتحددها له، تمام، هيقول لك بابليشد ويزاوت موديفيكيشن. مفهوم كده؟ طيب تعالى بقى نشيل دي. هنشيلها ازاي؟ هتخش هنا في اول تاسكس وتقول له ايه، ها، ريموف. بيقول لك بقى انت لما تريموف البتاع دي لو كان واحد مسطبها عنده immediately uninstall the software from users and computers ولا allow users to continue to use the software but prevent new installation. اعمل لها uninstall من عند الناس ولا خلي الناس بقى still شغاله بالسوفت وير ده هوت بس prevent new installation؟ اما انت عايز، احنا اصلا ما سطبناش فمش هتفرق معايا، ماشي؟ كلام جميل كده. خلاص يعني اليوزر ده هو بقى المفترض ان هو لو راح عمل لوج اوف ولوج اون ما يلاقيهاش. معايا؟ لو دخل جوه كنترول بانل اد اور ريموف بروجرامز مفيش حاجه. دي كانت البابليشت، ماشي؟ طيب تعالى بقى نشوف الايه، ها، الاسايند. زي ما اتفقنا الاسايند البروجرام هيبان في الستارت منيو، ماشي؟ لو في اي ملف في الاكستنشن بتاعه يخص هذا البروجرام هتلاقيه واضح وظاهر كان الاوفيس نازل، تمام؟ هلاقيه في ادور مون بروجرام كانه بالظبط انستولد، لما الكلاينت يبدا يسطبه وانس ان هو عمل اكتيفيشن للايه، لاي ملف يخص الايه البروجرام ده، ماشي؟ نشوف ازاي ده اهوت. ادي جروب بوليسي ديبلوي اوفيس اديت ادي السوفت وير settings new package ها برو 11 assigned برضو without modification. هو مكيش الباس او بص عشان اخترته قبل كده، ماشي؟ على log off كده applying software installation settings. واخدين بالكم؟ واخدين بالكم؟ بص بقى الراجل ده new programs installed مايكروسوفت اوفيس. بص لو عملت رايت كليك وجيت اكريت ملف ادي علامه الوورد اهي، تمام؟ بص لو انا دخلت جوه الكنترول بانل ادي ريموف بروجرامز كانه متسطب، بس طبعا هنا اد نيو بروجرامز اهو. بص كمان كانه متسطب اهو، ما الاقيها بقى خلاص، ماشي؟ فانت بقى في كام طريقه بقى انك انت بقى تاده. ممكن تاده من هنا معايا، ممكن جاست انك انت هتقول له نيو مثلا ملف ولا حاجه. وانا عملنا ايه؟ بس ممكن كده تكست فايل عادي خالص واخليه دوت دوك، بس انا شو اكستنشن بص كان بالظبط الورد ايه نازل. وانس بقى انك عملت دبل كليك عليه كده preparing to install،
يبدأ بقى ايه يصد. واضح الفرق ولا في مشكلة؟ في مشكلة؟ طيب طبعا نفس الحوار بالظبط. لو انا رحت دلوقتي جروب بوليسي عايز اشيلها تراك كليك وتقول له اول تاسكس، تقول له ايه ماشي. طيب في بقى هنا سوفت وير سيتنجز على مستوى مين؟ على مستوى الكمبيوتر. ايه الفرق ما بينها وما بين بتاعه اليوزر؟ اليوزر بيلاقي الباكج نازله بس هو اللي بيسطبها، انما لو طبقتها على مستوى الكمبيوتر السوفت وير هيحصل له انستليشن، هيتسطب السوفت وير نفسه هيتسطب ماشي. بس المشكله بقى عندك هنا لما بتيجي تقول له نيو باكج وتاد باكج معينه، مفيش عندك حاجه اسمها بابليشد على مستوى الايه، هي مفيش غير اسايند بس. مفهوم ولا مش مفهوم؟ هتقول له ايه؟ كله ويزاوت موديفيكيشن. ماشي؟ صعب الكلام كده؟ طيب قول له اوكي. انا برضه لازم ارستارت. طبعا. انا بقى لازم ارستارت الماشين. ليه هرستارت الماشين؟ لان البوليسي بتطبع على الكمبيوتر والمكنه بتقوم. لا ده ما يعني سوفت وير بيتسطب والمكنه بتقوم. ماشي؟ اي حاجه فيها ام اس اي 5. عايزكم بس تلاحظوا ايه اللي هيحصل. هيحصل ديلي شويه والمكنه دي بتقوم. لا تكون متسطبه بس. هسالك على الكي بقى في الاخر. يلاقي الورد بالظبط كده، يلاقي الاوفيس متسطب. بصوا لا البوليسي ما اتطبقتش كده، البوليسي ما اتطبقتش. Preparing network connections. مفترض يقول لك بقى سوفت وير. هيقول لك دلوقتي هيكتب لك Applying computer settings. Applying software installation settings. هو دلوقتي او installing managed software اللي هو مايكروسوفت اوفيس 2003. ماشي؟ هتشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. كده السوفت وير بيتسطب.
في برنامج اسمه الادمن ستوديو. الادمن ستوديو ده بيعمل ايه؟ برنامج اسمه الادمن ستوديو ده بتكستمايز بيه الويزرد بتاع الانستليشن. عارفين كده لما بتكريت انسر فايل للويندوز، تمام؟ زي كده الانسر فايل بتاع الويندوز، الانستليشن بتاع الويندوز. مش ساعات انت بتعمل ان اتندد انستليشن بتكريت انسر فايل وتيمبورت الانسر فايل ده مع السيت اب ده في الاكس بي، انتوا لسه ما خدتوش الاكس بي، تمام؟ فالويندوز ينزل اوتوماتيكالي، فاهم؟ نفس القصه بالظبط. في برنامج اسمه ادمن ستوديو تاخد بيه الباكج نفسها وتكستمايز فيها بحيث ان اليوزر ما يلاقي كل حاجه نازله. مش هلاقي هنا طبعا، لما يجي اليوزر دبل كليك على اي ملف وورد هيقول له ايه؟ علشان تشتغل دخل لي الكي. وانس انه دخل الكي خلاص الوورد يفتح. خلي بالكوا دي مختلفه عن ايه؟ البوليس اللي كانت بتطبق على اليوزرز. اليوزرز كان بيطلب منه كي بس علشان يكمل السيت اب، انما هنا هو اوريدي خلاص البرنامج اتسطب، عايزين منك الكي بس علشان خاطر تعمل ايه؟ تشتغل. مفهوم؟ فانت ممكن بقى تكستمايز بالادمن ستوديو اللي انا بقول لك عليه ده، موجود على السايت بتاع مايكروسوفت. تكستمايز البرامج بحيث ان هو تدخل الكي وتدخل كل حاجه. ده خلاص بقى، ده رسمي نازل يعني، ده كده موجود. فين اهو؟ حتى شكله اتغير، شكله اتغير صح. طب لو عملت ريموف ايه اللي هيحصل؟ اول ما ترستارت المكنه البوليسي تطبق تاني والسوفت وير يرجع. البوليسي متطبق عليا. ابص بقى لو فتحت الوورد دلوقتي، عايز الكي. تعالى بقى نعمل ايه؟ نديله الكي ونشوف ايه اللي هيحصل. يا عم ده انت هتسطب بجد ولا ايه؟ افتح الورد ده عايز يسطب. هو ايه؟ هي البوليسي متطبقه مرتين ولا ايه؟ مره على اليوزر ومره على الكمبيوتر. احنا شلناها ولا مش شلناهاش؟ اكيد. امال ايه الهسس ده؟ لا هو مفترض يفتح لي صفحة الوورد ويجيب لك الكي. لا لا احنا هرستارت تاني. ايه؟ مفترض يفتح لي صفحة الوورد بس مفيش الشاشة البيضة والكي.
بحس بالبوليسي القديمة غالبا يعني. ايه؟ بحس بالبوليسي القديمة. كان حاسب البوليسي القديمة. اهو. كان حاسب البوليسي القديمة اللي كانت مطبعة على اليوزر. دلوقتي ايه؟ شال اللي مطبعة على اليوزر ونفذ المطبعه كمبيوتر، مطبعه كمبيوتر ان السوفت وير ينزل يتسطب واليوزر بس يدخل الكي عشان يشتغل. وانس ان دخلت الكي خلاص فاتح لي الوورد اهو اصلا، بس مش عارف اعمل اي حاجه، لازم كي. صعب الكلام. نفس الحوار بالظبط لو جيت فتحت انا جاي لك. نفس الحوار لو فتحت مثلا معايا. طيب خلي بالكوا برضو ان دي assigned ها وزود modification صح كده. طيب تعال نخش هنا بقى في الactive directory users and computers، تلاقي في اختيار ثالث اسمه advanced. ايه الadvanced ده؟ عبارة عن ايه بقى الadvanced؟ الadvanced ده يا اما published يا اما assigned بس with modification. ماشي؟ يعني انت لما بتيجي هنا تقول له مثلا سواء في اليوزر سواء في الكمبيوتر، لما اجي اقول له نيو باكج واختار البرنامج ده، شايف بابليشد وزاوت موديفيكيشن، اساين وزاوت موديفيكيشن. بص بقى ادفانسد، سيلكت ذيس اوبشن تو كونفيجر بابليشد اور اساين. يعني اوكي هيسالك انت عايزها بابليشد ولا اساين ده برضو، بس ايه اند ابلاي موديفيكيشن تو ا باكج. تقدر تموديفاي بعد كده في الباكج. يعني هو الناس البروجرامرز يفيدوك اكتر في الموضوع ده، هوت ان انت باكج معينه عايز تعمل لها موديفيكيشن، تزود فيها ملفات، فاهم؟ سوفت وير، سوفت وير بتعمله ديبلويمنت، فممكن يكانك انت تموديفاي في الباكج نفسها اللي بيحصل لها ديبلويمنت. يعني لو انت راجل برمجي مثلا. مش فاهم ايه. ما هو مش لازم يا جماعه يكون موديفيكيشن في الاوفيس. يعني انت بتقيس ليه بالاوفيس؟ انت تقيس بسوفت وير شركه عاملاه مثلا، فالسوفت وير فيه باج معين. باج يعني ايه؟ في عيب معين يوزرز بيشتكوا لما بيشتغل على السوفت وير ده ان في باج معين، فاتصلنا بالشركه اللي هي عامله السوفت وير دوت، فقالت لك طب خلاص احنا هنعمل حاجه كده تصلح في الباج دوت في فلما تيجي ديبلوي السوفت وير دهوت احنا عايزين نموديفاي في الباكج احنا حط معاه مش عارف ايه. مش لازم يكون الاوفيس يعني. الاوفيس دوت دي حاجه بتاعت مايكروسوفت، انما انا بتكلم لو انت مثلا في كاستمايزد سوفت وير بتاع تقدر تموديفاي في الباكج نفسها. مفهوم؟ ماشي. لو جيت قلت له بقى اوكي في سيناريوز كتيره قوي يا جماعه، انتوا بس افهموا الطريقه. بص الديبلويمنت هنا يا اما ايه؟ يا اما بابلش يا اما اساين. بص بقى موديفيكيشن اقدر بقى ايه ده ازود حاجه اهو، احط ام اس تي فايل. ده هيجي لك سؤال في الامتحان اللي هي ويندوز انستولر ترانسفورم باكجز، لو انت عايز تموديفاي في الباكج دي حاجه معينه. ماشي؟ فدايما الملف اللي انت بتعمل فيه موديفيكيشن اسمه دوت ام اس تي، يعني الانستولر باكج اسمه ام اس اي، انما الملف بقى اللي هيبقى فيه الحاجه اللي فيها الموديفيكيشن يبقى دوت ام اس تي. صعب الكلام؟ لا في حاجه ثانيه هي ام اس تي بس. ماشي؟ شوية اوبشنز جديدة كده في الجروب بوليسي 2003 ما كانتش موجودة ايام الجروب بوليسي 2000. ماشي؟ حاجة اسمها لوب باك بروسيس. ايه؟ حاجة اسمها ريفريش انترفال
حاجه اسمها سلو لينك. ماشي، تعالى اشرحه بالنظر وبعد كده بعد كده نشوفه مع بعض. لوب باك بروسيس، ايه عمليه اللوب باك بروسيس بقى؟ دي على فكره نادرا لما تلاقي حد يعرفهم اصلا، بس يعني لو انت رحت في مكان محترم وكان الراجل اللي بيعمل معاك انترفيو وفاهم تمام ممكن يسالك فيها مهمه. ماشي، انا ما رحت عملت انترفيو في نيو هورايزونز، اول ما اشتغلت في الانترفيو نفسه كان في بقى شويه عتاوله قاعدين كده بيسالوني في شويه اسئله وبتاع، فسالوني في الحته دي تمام، عشان دايما الحاجات اللي هي مخفيه عن الناس دي فبيهتموا ان هو يشوفك عارفها ولا لا. طيب اللوب باك بروسيس دي عباره عن ايه بقى؟ لو انا تخيل عندي اويو واويو تاني، الاويو دي لو انا طبقت عليها بوليسي، الاويو دي لو انا طبقت عليها بوليسي، البوليسي دي نفسها مقسومه نصين، عندي كمبيوتر كونفيجريشن ويوزر كونفيجريشن صح، والاويو دي هي كمبيوتر كونفيجريشن ويوزر كونفيجريشن صح كده؟ صح كده؟ طيب لو انا جبت كمبيوتر حطيته في الاو يو دي ويوزر حطيته في الاو يو دي، الراجل اليوزر ده وليكن اسمه اكس، اكس ده لما يجي لوجن على الماشين دي ايه اللي هيتطبق؟ هيتطبق الجزء ده والجزء ده صح كده؟ صح؟ مفهوم الكلام؟ عايز اعمل حاجة اسمها loop back process، هقول له لا، البوليسي اللي تتطبق على اليوزر ده الجزء بتاع الكمبيوتر configuration والجزء بتاع اليوزر configuration اللي في الاو يو اللي فيها الكمبيوتر. ليه يا عم انا بتكلم هندي؟ هو اليوزر ده اساسا ده يوزر، ركز معايا تاني. عندي اويو اسمها سيلز ماشي، وعندي اويو اسمها ماركتنج، او بلاش سيلز وماركتنج عشان اديك سيناريو فعلا بيتم في الحياه العمليه. عندي اويو اسمها كايرو وعندي اويو اسمها اليكس، ففي يوزر اسمه اكس ده موجود في فرع القاهره، فلما بيلوجن بتطبق عليه البوليسي المطبقه على فرع القاهره اللي هي ايه؟ ها؟ اللي هي اليوزر كونفيجريشن والكمبيوتر كونفيجريشن. ايه؟ يعني ايه ده الطبيعي. لو انا قاعد على جهاز ممبر في نفس الاويو اللي انا ممبر فيها، فلا يطبق عليا الايه؟ ها؟ اليوزر كونفيجريشن بتاعتي، واللي هيطبق على الكمبيوتر اللي انا بلوجن عليه الكمبيوتر كونفيجريشن بتاعته صح؟ طب فرضنا اليوزر ده هو بقى قام من هنا، يعني احنا كلنا في دومين واحد تمام؟ راح قاعد على مكنه موجوده في فرع اليكس، ايه اللي هيحصل؟ ها؟ هيطبق عليا انا البوليسي بتاعتي اللي هي اصلا متطبقه على كايرو نتيجه ان انا يوزر في الاويو اللي اسمها كايرو صح كده؟ انما الكمبيوتر نفسه اللي انا قاعد عليه ده في الاويو بتاعت اليكس، فهيطبق عليها ليه؟ ها؟ الكمبيوتر كونفيجريشن بتاعت اليكس صح كده؟ اتفهمت كده ولا ما اتفهمتش؟ ماشي؟ لا انا مش عايز كده بقى، انا عايز ما دام الراجل ده هو تروح قاعد هناك يبقى البوليسي اللي هتطبق عليه لوب باك بقى بروسيس هي بتاعت الكمبيوتر كونفيجريشن اللي انا عليه ده الطبيعي بلس اليوزر كونفيجريشن بتاعت الاو يو دي مع انه ممبر هنا. مفهوم ولا مش مفهوم؟ كانه من هناك بالظبط. عايز يتطبق عليه الكمبيوتر كده او كده، هتطبق الكمبيوتر كونفيجريشن بتاعت اليكس بدل بقى ما هو تطبق عليه اليوزر كونفيجريشن بتاعت الاويو اللي هو ممبر فيها، لا تطبق اليوزر كونفيجريشن بتاعت الاويو اللي فيها الكمبيوتر. دي اسمها لوب باك بروسيس. لا اللابتوب بتاعه ايه؟ هي قصه يوزر كونفيجريشن ماشي؟ تمام؟
فهبص بقى تلاقي ان انت عندك لو عملت enable للloop back process هتلاقي عندك اتنين اوبشن، عندك حاجة اسمها merge وحاجة اسمها replace. اللي انا بقول لك عليه ده بقى ده اللي هو الريبليس. ريبليس ازاي؟ حتى من اسمها تريبليس اليوزر كونفيجريشن اللي موجوده في البوليسي لليوزر، اليوزر بتطبق عليه باليوزر كونفيجريشن اللي موجوده على الاو يو للكمبيوتر اللي اليوزر قاعد عليه فيه. ما تفهمش الا كده، فهمتها كده؟ دي الريبليس حتى من اسمها بدل ريبليس. وفي حاجة اسمها ميرج بقى، ده بقى نكد النكد. اعمل ايه؟ خلي الاتنين يتطبقوا عليه. طب لو حصل كونفليكت بتاعة الاو يو اللي فيها الكمبيوتر اللي اليوزر قاعد عليه هي اللي تقيت اوفر رايت عشان اللوب باك بروسيس تتم يعني. فاهم؟ مفهومة ولا مش مفهومة؟ دي قابلوني لو قريتوها لوحدكم فهمتوها بالمك. مفهومه ولا مش مفهومه؟ نقولها تاني؟ ما في الفيديو، بس في الفيديو لازم رسمه وبتاع، استحاله تفهمها، استحاله تفهمها كده بالسماع يعني، لازم الرسمه بتاعت السبوره دي. ايه؟ يا عم بص انا اقول لك على حاجه ظريفه قوي، انا اشرحها لكم مثال. بصوا مثال ظريف قوي، احنا ماشي اوضتين، دي الاوضه اللي احنا قاعدين فيها وفي الاوضه الثانيه، حلو كده؟ في بوليسي متطبقه على على الايه؟ ها لا، على كل اليوزرز اللي قاعدين في الاوضه دي، وفي بوليسي متطبقه على كل الكمبيوترز اللي في الاوضه الثانيه. ماشي؟ انت كيوزر عملت ايه؟ ها رحت قعدت على كمبيوتر في الاوضه الثانيه، هتاخد معاك البوليسي بتاعتك المفترض اللي متطبقه عليك كيوزر، وهتخضع للبوليسي اللي متطبقه على الكمبيوتر اللي انت قعدت عليه، صح كده؟ ده الطبيعي. فرضنا بقى ان انا قلت لك ايه، لا انا عايز اليوزر لما يروح يقعد على الكمبيوتر في الاوضه الثانيه تمام يطبق عليه البوليسي بتاعت اليوزرز اللي بيقعدوا هناك. نفس الحوار بالظبط، انا عايز اليوزر ده لما يروح يقعد على الكمبيوتر تمام تطبق على البوليسي بتاعت اليوزرز اللي بيقعدوا على الكمبيوترز دي. فبعمل لوب باك بروسيس نوع ريبليس، هريبليس البوليسي بتاعت اليوزر بالبوليسي دي. مثلا. وفي حاجة تانية تمام، ان انا ممكن اكون عايز اليوزر تمام لما يروح يقعد على الكمبيوتر اللي هناك يحصل ميرج، يعني تطبق عليه البوليسي اللي هي في الاويو بتاعته بجانب البوليسي اللي موجوده هناك كمان. طب لو حصل كونفليكت اللي موجوده هناك عند الكمبيوتر هي اللي اوفر رايت. مفهومه كده ولا مش مفهومه؟ صعب الكلام؟ كلام جميل. دي اللوب باك بروسيس. ريفرش انترفال، عايزين البوليسي يحصل لها ريفرشمنت وتطبق على الناس من غير ما احتاج ان اليوزر يلوج اوف ويلوج اون، او من غير ما احتاج الكمبيوتر يريستار. وعارفين طبعا اليوزر لما بيلوج ان بتطبق عليه البوليسي، فلو انا عامل بوليسي دلوقتي المفترض مش تطبق على الناس الا لما الناس تعمل لوج ان. انا مش بقول هتصل بيهم في التليفون اقول لهم لو سمحت انا طبقت عليكم بوليسي اعملوا لوج اوف ولوج اون. لا ما انا جاي لك اهو، ما انا جاي لك بس. ماشي؟ نفس الحوار بالظبط الكمبيوتر، طبقت بوليسي على الكمبيوتر مش معقول هستنى لحد الكمبيوتر زي ما ترستارت علشان البوليسي تتطبق. تمام؟ فقال لك احنا ممكن نعمل حركه ظريفه قوي، اخترعوا الجي بي ابديت سلاش فورس، صح كده؟ جي بي ابديت سلاش فورس مفترض انك انت لو عملت لها ران على الجهاز بتاعك، على الجهاز بتاعك مش على السيرفر. الناس فاكره انك انت ايه؟ طبق بوليسي على الناس واعمل جي بي ابديت سلاش فورس على السيرفر. طب السيرفر ايه يا عم؟ ده ناس كتير قوي فاهم الموضوع ده، فاكره ان هي انت بتريفرش الايه البوليسي على السيرفر. يا عم ما السيرفر بوليسي على السيرفر ايه؟ البوليسي هتطبق على السيرفر ولا هتطبق على اليوزر؟ احنا عايزين نعمل لها ريفرشمنت هناك عند الناس. لا لا لا، يعني انت ممكن بقى تقعد على اي مكنه جي بي ابديت سلاش فورس او ترميها على باتش ايا كان يعني. ماشي؟ المهم دي طريقه. في طريقه اخرى بقى، حاجه اسمها ريفرش انترفال، انك انت تحدد تايم معين جوه البوليسي يحصل لها ريفرشمنت بصرف النظر الناس عملت لوجن او لوج اوف. انت
الكمبيوترز عملوا ريستارت او ما عملوش. فهنشوفها مع بعض. ريفريش انترفال. صعب الكلام؟ في مشكله؟ سلو لينك بقى كونكشن. ايه سلو لينك كونكشن دي؟ لا واحد داخل عليا في بي ان من بره فداخل بدايلاب مثلا كونكشن بطيئه صح. فلو احنا مثلا عاملين كوت عليه, لو احنا عاملين كومبريشن, لو عاملين انكريبشن, لو مش عارف عاملين ايه فاهم, لو في شويه حاجات كده تمام هقول للايه الجروب بوليسي دي ما تطبقهاش على اليوزر ده لانه جاي لك ثرو ها سلو لينك كونكشن. وحدد له الباند ويدث بتاعه, يعني مثلا اقول له مثلا يعني 500 بايت. لو قال عن 500 بايت مثلا او 500 مثلا كي فاهم, ده يريكوجنايز يا بوليسي ان الراجل ده هو سلو لينك كونكشن, فما تنكديش عليه. يعني مش ناقص بقى اوثنتيكيشن بقى ومش اوثنتيكيشن وحوارات بقى اوفر الايه فاهم. فكل الكلام ده هو مفترض هنشوفه مع بعض. صعب الكلام؟ في مشكله؟ لو دخلت بقى جوه البوليسي, لو جيت هنا في الادمنستريتيف تمبلتس هتلاقي في حاجه اسمها سيستم. جوه السيستم في حاجه اسمها جروب بوليسي, دي جديده بقى في 2003 ماشي. هتلاقي هنا في حاجه اسمها جروب بوليسي ريفريش انترفال. انت كده بتريفريش الايه ها فور يوزرز, انت كده بتريفريش الايه ها الله يفتح عليك تمام. هتقول له انيبلد, هو باي ديفولت بايه مفترض يرفرش كل 90 دقيقه كل ساعه ونص, ممكن توصلها لحد 45 يوم يعني فاهم, كل 45 يوم وبص تلاقي ان هو بياخد كده ايه شويه اجهزه راندم, يعني مش كل الناس في وقت واحد فاهم, نعمل لهم ريفرشمنت. تبص تلاقي ان هو كل نص ساعه ياخد راندم. تقول ايه خليها كل 5 دقايق, المشكله يعني تقول له زيرو, يعني بمجرد ما انا اطبق البوليسي يحصل لها ريفرشمنت ماشي. ده هنا ايه سلو لينك ديتكشن بعد ايه ها 500 كي مثلا ماشي. بعد 500 كي يعني مش بقى يعني اول ما يجي لك حد يكونكت علينا تمام وكونكشن 500 كي اعتبره ان هو سلو لينك بالظبط كده. ايه كل فتره يرفرش البوليس لوحده ماشي. صعب الكلام؟ في مشكله؟ طيب لو رحنا بقى هنا على مستوى الكمبيوتر كونفيجريشن في الادمنستريتيف تمبلتس برضو سيستم جروب بوليسي, هتلاقي بقى الايه ها يوزر جروب بوليسي لوب باك بروسيسنج مود انيبلد, يا اما ريبليس يا اما ميرج بس كده. صعب الكلام؟ فيها مشكله كده؟ ايه لاي بوليسي على اي يو لو عملها على 2 يو اعملها على الاي دي وعلى الاي دي صح. انتوا بصوا يا رجاله, بصوا يا شباب, في هنا او يو اسمها الاي تي اللي فيها محمود صح. تعال نكريت او يو ثانيه اسمها بي سيز. وناخد الكمبيوتر ده هو بي سي ونعمل له موف
ونحطه تحت بي سيز. ماشي حلو كده. بص يا سيدي بقى دلوقتي لو انا دخلت هنا طبقت بوليسي على المكنه دي بوليسي اكس مثلا، جوه البوليسي اكس دي ركزوا معايا، جيت هنا في الستارت منيو عملت ديسيبل للرن انيبل للريموف الرن، مفهوم كده؟ صعب كده؟ كلام جميل. ورحت جاي هنا في الاي تي في الجروب بوليسي كريت بوليسي تانية وعملت ايه؟ ها ريموف للسيرش. ماشي مفهوم كده؟ اليوزر اللي اسمه محمود ده هو بقى لو قعد على الكمبيوتر اللي اسمه بي سي ايه اللي هيحصل؟ لا المفترض الطبيعي بتاعه، لا الطبيعي بتاعه ان هو ما يشوفش السيرش بس، لان هو ممبر في الاويو اللي اسمها اي تي اللي متطبق عليها بوليسي ان هو ما يشوفش السيرش بس. حلو كده؟ المفترض يشوف الرن لان الرن هنا معمول لها ديسيبل على مستوى اليوزرز اللي جوه الاويو اللي اسمها بي سيز، صح كده؟ فتعال نجربها كده. لوج اوف هيشوف الرن ومش هيشوف السيرش، صح كده؟ ادي الرن ومفيش سيرش، مفهومه كده؟ اروح بقى هنا على الاويو دي واجيب البروبرتس جروب بوليسي واروح داخل في الكمبيوتر كونفيجريشن سيستم جروب بوليسي لوب باك واقول له انا عايز اعمل ريبليس. ريبليس دي معناها ايه؟ اليوزر ممبر في اويو اسمها اي تي، تمام؟ انما لما يروح يقعد على مكنه في الاويو اللي اسمها بي سيز اللي يطبق عليه اليوزر كونفيجريشن بتاعه الاويو اللي اسمها بي سيز، فالمفترض كده ما يشوفش ايه ويشوف ايه اكنه قاعد معانا. لوج اوف لسه ما اتطبقتش. عارفين ليه ما اتطبقتش؟ عشان طبقت بوليسي على مستوى الكمبيوترز ولسه ما عملتش ريستارت، مفهومه؟ مفترض ما يشوفش الرن ويشوف السيرش، صح كده؟ لو هو ما عملناش اللوب باك دي هو يروح في الرايت بتاعه، صح؟ هو شو
بس نتاكد انها اه ايه ده اختفت طبقت عليه فجاه كده طبقت عليه فجاه مع نفسها كده ماشي. طب لو انا بقى رحت هناك وخليتها بدل الايه ها ولا هيشوف الران ولا هيشوف السيرش صح كده فين على الكمبيوتر كونفيجريشن لا بس محتاجين برضو ريستارت مش معدل في البوليس بتاعت الكمبيوتر اللوب باك بروسيس دي لا اختفت لوحدها برضو صباح الويندوز المعفرط فهمتوها ولا ما فهمتوهاش بقى كده ماشي ان شاء الله بكره باذن الله نخلص الكورس ناقص لنا الريبليكيشن والباك اند ستور الريبليكيشن يعني انتوا 50% انتوا فاهمينه يعني تمام